شيفر سانتي. في شيفر سانتي كالعادة نقدم لكم آخر الأرقام الدولية والوطنية ومشي بكم لتونس، وين يعيش أكثر من مليون تونسي خارج منظومة التغطية الصحية ولا ينتفعون بخدمات التأمين على المرض رغم تزايد احتياجاتهم للعلاج يومين. هذا اللي كانت أكدته صندوق الوطني للتأمين على المرض، أن الصندوق الوطني للتأمين لكنام يوفر التغطية الصحية لفائدة 7.5 مليون شخص من عائلات الأجراء ومليون وخمسمائة شخص آخرين من أصحاب المهن الحرة التي تعد مساهمتهم غير منتظمة، بالإضافة إلى تأمين مصاريف علاج العائلات. هذا ونذكركم أنه منذ 2016 أزمة السيولة لدى الصندوق لكنام كانت ظهرت للعنان بسبب تأخر صرف مستحقاته من طرف الصندوق الوطني للنظام الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، حيث تقدر القيمة الجملية للمستحقات المالية التي لم يتسلمها الكنام من قبل الصندوق الوطني للنظام الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بنحو 4500 مليون دينار حتى سنة 2020، وتتوزع تلك المستحقات بين 2500 مليون دينار متخلدة بذمة السينسيس و2000 مليون دينار متخلدة بذمة السينربيس، وتبلغ قيمة الديون المتخلدة بذمة الصندوق الوطني للتأمين على المرض لكنام لدى المستشفيات العمومية 400 مليون دينار خلال نفس السنة. كانت هذه شيفر سانتي بالنسبة لليوم.